وعشقة، ما أقدر أعيش من غيره. شو قاعد تسوي معي ديدي؟ أقول لك هذه أغلى من بنت كلها. سمعينك، إذا ما تبينا نخسر بعض الليلة الحين بهاللحظة نصيحة وأخري عن طريقي. ممكن أعرف شنو اللي صار برا؟ بيخلي تهدى. هاجر بنت خالتك، أبيها وبتقدم لها. كلمي أمي وقولي لها ما لها شغل ببيبي ولا بأهل بيبي، لا تروح لهم، ماني ناقصة فضايح أكثر. أحبك سنين ويوم وليلة تقيدين كلامك، أنا ريال قدامك. الو، هلا دلال، شلونك؟ تعرفتي على امي واخواتي؟ تكفين، ايش رايك فيهم؟ صدق وايد ارتحت لهم، يدشون القلب بسرعه. الله يحفظهم يا رب. تسلمين حبيبتي، والله ما مدحوك بعد، والوالده قالت لي ليش ما عرفتني عليها من زمان. الله يحفظها ويخليها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. زين حاكيك الحين تقين، اهلك بيوافقون علي؟ عاد انا ابوي يحب يعرف كل التفاصيل، يعني راح يروح ويسأل عنك بالدوام. لا، وراح يروح ويسأل عنك بالفريج، وراح يروح على كل الدوام اللي تروح لها وراح يسأل عنك، نفس ما سوى مع ريا الأختي. طلع عينه لين وافق عليه. مو سالفة هذه، الله هداش دا شلون يعني؟ يمكن ما يوافق. لا يعني ليش أنت مسوي شيء خاشع عني وأنا ما أعرف؟ قول لي علشان أساعدك، علشان أقول حق أبوي أقنعه. دلال، أنت تعرفيني من زمان، عمرك شفتي على شيء لا سمح الله؟ ما شفت إلا كل خير. عيل أنا ليش نطرتك كل هالمدة؟ مو ما أدري، بس أنت الله يهداك خوفتيني من سالفة أبوك. محمد، هذه العادات والتقاليد. وبعدين أنا قلت حق أبوي إن أنا موافقة. أبوي راح يسأل عنك وما راح يسمع إلا كل خير. وأكيد بيوافق. دلال ترى قاعد توتريني عاد، شلون يعني راح تتزوج ولا لا؟ إيه لازم تتوتر شوي، علشان تعرف إن أنا ما جيتك بالساهل، علشان تعرف ان انا وراي سند واهل. والله مليون نعم فيهم، والحمد لله بعد انا واثق من نفسي ولا عندي شيء اخشه واستحي منه. اي ابيك كذي، ابيك تكون واثق من نفسك، وان شاء الله بكون لك يا رب. امين يا رب العالمين. الحين انا ترى ناطر منك الخبر اللي ابي اسمعه، يلا ما راح انام. انا اوعدك انك بتسمع الخبر الحلو اللي بيسرك وبيسعدك. وانا اوعدك بعد والله. بس عادتك فين دلال؟ هات وسطين عند الوالد. خلي مشي الأمور بسرعة عاد، يلا إن شاء الله لا تحاتي. يلا مع السلامة. مع السلامة. باي باي. تقول عيل أم عندهم ها؟ إيه تصدق، قلت لها بقطك، قالت لي استريح. تبي تروح مع السائق ما يستهبتها. الله زين تسوي فيك، إيش تبي صدق فيك؟ أمي ذكية ما هي غشيمة، أنا أتوقع رايحة بتحل الموضوع بروحها، ما تبيك بالنص تخاف تحرج الناس. أتوقع والله أمي ذكية ذكية، بس أنا حاس إنها بتجيب فيني العيد، لا تسألني ليش. لا صدق فيت تحقي بدور تردك حقوتي. إي ليش؟ صار لها فترة مترددة متغيرة، ما أدري إيش سالفتها. يا رثول الحين يوم تدري أنا مترددة ليش تحن على أمي؟ لأن بدور انخلقت لي، ولو تردني ألف مرة هم راح أرد أتقدم لها. إن شاء الله. هي كذي بس، هي يا لي أنا يا لي أنا، يعني ما في حل وسط ولا في آخر ولا شيء. أوكي خذت قرارك يعني دن حلوة. دن أنت حلوة دن. يلا حلوة. هذه الساعة المباركة تو ما نور البيت يا أم طلال. ساعة تجبرك يا عمري، والبيت منور بهلا. والله فريت الكبيرة يا أم محمد، ولهت عليك وعلى قعدتنا وسوالفك الحلوة. بس شي أقول بعد، أمر الله. البيت بيتك يا أم طلال، الله يعلم معزتك بقلبي، وانتي أبد ما شفنا منك قصور. بعد عمري لشلونكم؟ الأهل شلونهم؟ العيال أبو محمد شلونه؟ هذاك اليوم لولو يحليلها تسولف لي تقول إن خالها محمد بيسافر يدرس برا. هاللولو هذه أبد ما تخش شيء. إيه الله يسلمك، محمد وليدي إن شاء الله ناوي يكمل دراسته برا الكويت وبياخذ مرته معه.
ما شاء الله عرس؟ لا خطب بس، والملكة قريب إن شاء الله. إن شاء الله مبروكين إن شاء الله. الله يبارك لك. والله يوفقك والفال لبنيتك. تسلمين، مشكورة. أي إحنا دام بهالموضوع أدش على طول وما طول لكم السالفة. تفضلي. أنا أدري اللي صار بين ولدي طلال وبين بيبي شيء مو هين، وهذا الله وهذا كتبته، شو نقول بعد؟ وياييتك وطالبتك طلبة يا أمو محمد، وأتمنى ما ترديني. أبي نفتح صفحة جديدة ونقط اللي راح ورا ظهرنا. أنا جاية أطلب إيد بنتك بدور حق ولدي فهد. هم مع بعض بالجامعة وإحنا أهل مو غرب. ولدي فهد عم لولو وهي خالتها، وبعدين ولدي شاريها. إيش رأيك؟ إيش قلتي؟ والله يا أم طلال ييتك عزيزة وغالية على قلبي، بس الأمر مو بيدي، بدور مخطوبة، وأعتقد فهد وبدور ما لهم نصيب مع بعض. مبروكين إن شاء الله. الله يبارك والله يوفقها ويرزقها الذرية الصالحة إن شاء الله. كل شيء نصيب. هذه يعني مستحية، خلصينا تحجي. ليش في سالم؟ الكل يمدح فيه، خوش صبي، واحنا ايش علينا من الكل؟ احنا نبي رايك انتي، انت ايش رايك؟ انت اي لغه تفهمين؟ بعرف انا. اي اي ابي. ارتحتي الحين؟ لحظه، انت تجنج وايد عايشه الدور، ترى هو المقرود مو انتي. شنو يبي فيك؟ دثويه، ارتجاج بالمخ، دفشه. حمدي ربك. افا بيبي، الحين انا صرت ارتجاج بالمخ؟ ماشي. المهم تعالوا، جهزتوا حق ملكة محمد؟ تكذبون، يعني انا ايش فيني بروحي بشتطة؟ ايش الجديد يعني؟ زين يلا قوموا قوموا، قوموا خليني اوريكم شنو جبت. يلا. أقول أبو محمد، تدري أم سالم خطبت بدور حق سالم ولدها؟ متى هالحكي؟ وليش ما حد علمني؟ إيش فيك الله يهداك؟ هي ما خطبتها رسمي، بس لمحت لي وخبرك أنا أفهمها وهي طايرة. لمحت لك ولا أنت تبينها حجة علشان تردين أم طلال وما تزوجينها ولدها؟ تبي الصراحة؟ الاثنين. ولا أنت تبي تزوجها حق فهد؟ لا حش، أنا ما أرضى بهالشيء، بس أنا أبي أعرف كل شيء، ما أبي أي شيء يتغبى علي. إيش فيك الله يهداك؟ ما غبينا عليك شيء، وبعدين سالم خوش ولد، ولد فريجنا ونعرفه ونعرفه هلا. ما قلنا شيء، بس المهم البنية، تبي؟ إيش بيدي أسوي لك يا يمه؟ والله هذا كلام الأم، كان زين أقدر أبدله. يمه هي قالت ان خطبت. اي يمه هي قالت ان خطبت. وهقوت ام محمد ما تكذب. يمه انا ما اقول انها قاعد تكذب علينا، بس يمكن قاعد تعذر، يمكن قاعد تهرب. انت عارفه اللي صار بيني وبين بيبي. والله يا يمه ما حد يعلم بالقلوب الا رب العالمين. ما عليه يا يمه، كل شيء مكتوب، ان شاء الله تلاقي واحده احسن منها. بعدين هي لو كانت تبيك كان ما وافقت على هذا اللي خطبها. يمه هي قالت لك انها بدور وافقت؟ هي ما قالت انها وافقت، بس هم ما قالت انها رفضت. وبيني وبينكم شكلها الام موافقه على هذا اللي تقدم حق بنتها، واضح من كلامها. يا معود ترى البنات وايد، وبعدين انت ايش فيك مستعيل؟ انت باقي لك سنه على ما تتخرج. يا اخي تخرج، اشتغل، استانس بمعاشك يا معود، وبعدين لاقين على الزواج. والله الف بنت تتمناك. فهد فهد، يمه وين رايح؟ يمه يمه خليه خليه، الحين هو مضايق ما راح نقدر نكلمه، خليه يهدى شوي وان شاء الله نتفاهم معه. الله كريم يا يمه، الله كريم. الله كريم. المهم يمه الوقت تاخر، انا لازم امشي، شي ما بروح بالبيت. تبين شي يبه؟ سلامتك يا يمه. يلا حبيبتي تسمعي على خير. تلاقي خير. Thank you.
عقلي مو قادر يستوعب شو اللي صاير يا بدور. شنو سويت عشان تسوين فيني كذي؟ هذه جزات الحب والعشرة اللي بيننا؟ منو اللي بعتيني عشانه وليش؟ فرحانة حق بنت خالتك؟ بدور طيبة تستاهل. محمد خطب وبدور وانخطبت والكل قاعد يتيسر بدربه، وأنا متى أفرح إن شاء الله؟ لما يجي النصيب. إيه شكل النصيب هذا قاعد يحوس 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 وانت اللي صادة عنه. منو تقصدين؟ شفت شلون يطالعك كلاك بعينه. دقيقة واحدة ترى ما سهى عنك. أظنك تعرفين من أقصد. ضاري يا يمه ريال متزوج، إذا حاطة في بالك انتي طلق. يمه ضاري طلق مرته يبيني بس أنا ما بي. أنا إذا بتزوج راح أخذ واحد بعمري يفهمني وأفهمه، يشتريني واشتريه. واللي عافيتش امه تكفين لا تحنين علي ولا تقارنيني بغيري. عسى الله يوفق بدور وغيرها بس لا تقارنيني فيهم. انا واحده مو فاضيه حق هالسوالف، وراي مستقبل وراي دراستي، ما ابي شيء لهين عن دراستي. زين هذا الكلام اللي بسمعه يا يما، الله يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. يا يما انا شنو ابي من هالدنيا غير سعادتك؟ ترى انا طالع الله ثم طالعك. قومي ما قومي لا مرتاحي، قومي إن شاء الله تصبحي على خير. وانت بأهلا. بيبي شو السالفة؟ أي سالفة؟ والله ما أدري عنك، أنت اللي قولي لي شو السالفة. والله ما أدري، بس إذا قصدك سالفة فهد وبدور فهذا شيء ما يخصني. فهد وبدور إيش عندنا غيره؟ يا بنت الناس يحبون بعض، خلنا نكون واسطة خير بينهم. يحبون بعض من قبل احنا ننفصل اصلا قبل مشاكلنا. ليش نحرمهم من بعض؟ ما حد حرم احد من الثاني. البنت مخطوبة، امك ما قالت لك؟ بلى بس مو مصدق والله. مشكلتك يا بيبي يا بعد راسي، ادري سويت وجهي وادري سالفتي عميه وادري ما عندي غفاريه لا عندك ولا عند اهلك، وما تشتهون تطلون بوجهي، بس انا موضوعي انا وياك غير، موضوع عمومه غير. يحبون بعض يحبون بعض، ليش العناد؟ اي بس فهد هو اللي يحب بدور، بدور ما تحبه. انا مو قاعده اقول لك شيء عشان اقثك واعور قلبك، بس البنت خلاص تغيرت مشاعرها من ناحيته، ما تحبه مو غصب. ماشي ماشي، انا والله يا بيبي كنت ابيك وسطه خير بالنص، بس على راحتك. المهم لو بغيت اوصل ابني يدق عليك قبلها. يلا فما الله. الو الو، هلا بيبي شلونك؟ منو معي؟ انا شيماء، دق عليك من الرقم الثاني لان هذاك ما اعطيتني منه بلوك. ريلك مو معي، خذ بنته وراح. لا مو دق عليك عشان ريلي، ابي اشوفك بموضوع ثاني ممكن. اوكي انا جايه، مع السلامه.
لقيتي غير هالمكان تقعدين فيه؟ مشكورة انك جيتي. خلصيني قولي اللي عندك، انا مشغولة مو فاضية، عندي شغل. يطلع عليك هالمكان؟ كنا نطلع من الجامعة ني هني تناجر على الريوق، نكشت بالمحاضرات، نقعد لين تغيب الشمس، أيام حلوة. زين طلعت من بيتنا عشان تقولي لي هالكلام؟ ذكريات حلوة، كاهي الشمس قدامك والبحر قدامك، طالعيهم شبع فيهم. أنا شكو كنت أبيك بموضوع ثاني، بس القيادة هني ردتني حق ذكريات وايد حلوة. أيام حلوة اللي أنت محيتيها، نسفتي كل ذكرى حلوة كانت بينا. فهد أنا ما خلص من هالولد، شو سالفته بعد؟ يحبها، يحبها، يعشقها، فهمي. وشنو المطلوب مني؟ حبيبتي ترى ذيتوني انتي ورايلك، اختي انا مو ماسكه ريموت عشان اتحكم فيها، ايه اللي ما تبي، مو انا اللي غصبتها. اعطيني السالفه على راسي. ما قلت السالفه على راسك، بس انت ليش تاثير عليها، وتاثير وايد قوي. لي تاثير عليها؟ انا لو لي تاثير على احد كان اثرت من زمان على غيرها، ما راح مني. تحسفتي لما تزوجتي ضهاء؟ لما خذيتي وصار حقك؟ كنت ابي اتحسف بس ما قدرت. كنت يلا لعبي كسر راسك. انا حبيبتي انت ما تعرفين الحين انا اللي راح اكسر راسك. شو يبا ولا واحده فيكم تعرف تلعب؟ عطني اعطيني شلون تلعبون بعد بعلمك فون. يلا هات مو كيفك، اعطوني اعطوني على طول. اذا ترى ما اعرف علميني. حطي هذيلك وبعد انت ما تعرفين. أنا تليفونك، يا تسكرينه يا تردين علي. مو شغلك. منو؟ ما حد. فهد صح؟ خلاص قلنا ما حد. ما نخلص اليوم صح؟ الفيديو هذا فكرته اثنين، واحد قاعد يغني والثاني يقول له كلمات، وهذا لازم يحل. تعال شوف شلون قاعد يضحكون. شوف شوف شلون قاعد يضحك. اي لا شايف لا عندهم فيديو ثاني. صبر خشف من دزليا. صبر صبر شوف كله ضحك، كله ضحك هني مخربطين الدعوه. نيني نيني
طلال. هلا يمه. اخوك ما رد البيت. يمه انت ليش قاعد تحاتينه؟ هو ريال ما هو ياهل. خليه معصب يومين يهدى ويرجع، وين بيروح؟ زين قاعد ادق عليه ليش ما يرد علي؟ خلي طمني حتى لو بمسج. يا ربي ايش اسوي بهالولد هذا؟ الله يستر عليه ويحفظه. اللهم امين. ما عليه خالتي، قلبه محترق لانه ما اخذ اللي يحبه، ان شاء الله باكر بيكبر وينسى. لا تحاتين. طاح من تحجب. انت ايش درات؟ ايش عرفك انت بالظنة؟ خلي يصير عندك ياهل بالاول بعدين تعالي علميني الام شو تسوي اللي راح ظناها. الله يسامحك يا خالتي. طلال بروح سيارة. ما في روحه. طلال بيقعد عندي هني اليوم. تقعد تدق على ربع اخوك واحد واحد لين تصيده. هذا اللي ناقص تخلوني بهالحالة. ان شاء الله يما. حاضر حاضر. اسمي مسعي ابوي خلاص. مو كذي. مسعي ابوي هني خلاص تبي نسوي. حبيبي ابو سعود تامر امر ان شاء الله بنلتقي بالمكتب. ايه تامر امر حبيبي ان شاء الله ناجل كل هالسوالف هذه بالمكتب. الله يحفظك. فما الله فما الله فما الله. مبروك على خطه محمد. الله يبارك فيك. ايش درك؟ فعليك ترى ما في شيء ينخش علي، ادري عن كل شيء. قال لي ان انت تقعدون بديوانيه واحده وترى محمد درى عن كل شيء. شافك ذاك اليوم وانت لاحقني وانا طالع من بيت منى. لا والله والله لا تحاتي، كلمته وطخخته. اصلا هو الحين مو فاضي لا هي بملكته. ملكو ملكتهم يوم الاربعاء الفال حق اللي ببالي. احتمال كبير اخذ بنتي ومنى ونسافر. تسافر؟ البنت ما ندري ايش علتها. انا قدمت على اوراقها للعلاج في الخارج. ايش فيك؟ اخاف اقول لك وتقول اني ابالغ. تعرف البني ادم اللي ينسلخ جلده؟ تعرف الروح اللي طلعت؟ هذه حالتي اللي سافرت. وهديت الديرة. بيبي انت تدري ان علاقتنا مش ايش فيها؟ بتقول ان ما منها امل صح؟ لا تخليني اشغل الديباجة والومك واقول لك ليش خليتني احبك؟ ليش علقتني فيك؟ بس انا ما راح اقط الغلط كله عليك لان اثنيننا غلطانين. انت حبيتني بس انا حبيتك اكثر. أنا غلط؟ وليش أنت تشوفها صح؟ بيبي لا تبلشين، ترى اللي فيني مكفيني. لا ببلش ببلش أقول الكلام اللي أنا وأنت نتنحش منه. حبنا اللي شبت ناره وكبرت حرق ناس، لسع ناس، خنقنا ناس. الحب عمره ما يضر أحد. بس بقصة نظر مرتك درت، أهلها دروا، أختي درت، بنت خالتي درت، وآخرتها أخوي محمد درى. إيش باقي؟ بدر المشكلة هذه حلها بيدك أنت. بيبي بيبي اللي فيني مكفيني، رحمي حالي أنا بنتي مريضة. وأنا قلبي عليها والله العظيم إني أعتبرها بحسبة بنتي. بس يا ربي أنا إيش ذنبي؟ أنا إيش ذنبي؟ الناس بتاكل وجهي، إيش بيقولون؟ بيقولون خذت رأي رفيجتها وهدها وراح؟ اسمعني هذه آخر فرصة لك. يا أنا يا إيه يا إحنا الثنتين نصير على ذمتك. Thank you.
سمعي على ما تخلص المعكرونية أبي سلطة عجيبة تكفين من إيدك. حاضر. زيدي لي الليمون. إن شاء الله. بنات وينكم؟ بالمطبخ تعالي. يلا جاية. سويت اللي براسك؟ شيشتي اختك علي؟ ارتحتي يوم قالت ما تبيني ها؟ حرام عليك. ليش زوجتوها؟ تدرين اني ابيها من زمان. تدرين انه بدور حقي وانا حقها، كل هذا ليش؟ عشان اللي بينك وبين طلال؟ بدر! ما تردين؟ يما اختي. فهد فهد تكفى يا عقل تكفى، لا تروينون. تزوجين غيري؟ ليش؟ ما تردين؟ بدون احبك ما تسوى الدنيا بدونك والله. ليش قاعد تسوين فيني كذي؟ احبك والله احبك. الله يخليك هذا، الله يخليك هذا. بيبي مال هذا. منن تعرف شيء انت؟ تعرف شيء؟ كان دش على بنات كذي بروحهم. نزل ايدك، نزل ايدك، منو هذا؟ انت خلاص بعدين. منو هذا؟ اقول لك بعدين. نزل ايدك، نزل ايدك. خلاص قاعد اقول لك. قوم. قوم قدام. قوم قدام. الله. في شيء تعورتي؟ لا. منو هذا تعرفون انتو؟ هذا فهد اخو طليقي. زين ليش ما قفلتوا الباب؟ شلون دش اصلا؟ احنا ما نقفل الباب الا لما ننام، وبعدين الصبي موجود برا. ايش بينكم وبينه هذا؟ انتم متشكلين معاه بينكم وبينه شيء؟ زين انا اخليكم. قفلوا البيبان ها؟ واذا تبون اي شيء انا موجود برا. هذا اللي بعده، الباب هذا انا من عندي هم بعد بقفله. صباح الله بالخير امي. هلا يما صباح الخير. شلونك حبيبتي؟ الحمد لله. هاي يما تريقتي؟ لا والله يما مو مشتهيه كلش. يما حبيبتي ما يصير، وراك ادويه لازم تاكلين. خليك من الادويه الحين، رد عليك فهيد، طمني يا يما، امبارح طول الليل ما قدرت انام. لا والله يما عيست ودق عليه، عيست وانا ادق. حتى بالواتساب ادخل عليه بالواتساب يقرا ويحقر، ايش تبين اسوي له؟ مرتك المسعده ما قامت، ما تبي تروح الدوام. بد المطار يا مليون ابد. صبحت الله بالخير خالتي. هلا يما صباح النور. يما المهم قومي لازم تاكلين شوي. والله يما مو مشتهيه. حبيبتي يا بعد بالعشاء لقمتين عشان تاخذين الوجه. فهد 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 يما وين كنت؟ ايش فيك ما ترد؟ امي قاعد تكلمك يا فهد رد. لا احد يكلمني عشان ما ازعل احد.
لا حد يكلمني. شنو لا حد يكلمني فيكم؟ ايش فيك صاير؟ تبي تعرف ايش فيني؟ اسأل ملولو، اسأل بيبي. لكن هين شاربي مو على ريال اذا ما وريته. هين صاير شنو في؟ شكو بيبي؟ شكو الموضوع؟ انت تدري عن شيء مو قايل لنا؟ والله ما ادري. زين يما روحي تريقي كلي تشرب مي عشان تاخذين ادوات شوي وارجع. زين الو هلا بيبي. عاجبك اللي سواه اخوك؟ ذمتك هذه رجوله؟ والله العظيم لو منه هو عن بنتي كان ما يردني عنا الا المغفر واسويها قضيه. وين قاعدين احنا؟ بيبي بيبي صبر صبر. ايش فيك؟ كلتين بكشوري؟ ايش صاير؟ مسوي سواد وي؟ ايش فيك؟ ايش مسوي فهد؟ جاي متهجم علينا انا والبنات بالشاليه بروحنا؟ لو فوق هذا جاي يتهدد علي يخنقني يبي يذبحني؟ شوف طلال انا هالمره طوبتها بمزاجي بس مره ثانيه ما راح اسكت وراح اكبر السالفه. كلم اخوك خليه يفكنا من شره، لا تخليني احطه براسي. بيبي بيبي صبر صبر، ايش اللي تحطينه براسك؟ الحبيب زعلان متضايق ليش بدور ما قاعد ترد عليه؟ ما تبي تتزوجك يا اخي.